النبيين عدا وكربلاء وجوههم شعط لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل ورجعوا ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. مخالفونا لا سيما طائفة أهل البدعة الرئيسية أحرجت بخصوص موقفها تجاه ثورة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة كما تعلمتم وعرفتم نشأتها إنما كانت نشأة حكومية، فكان من اللازم والطبيعي أن يكون موقفها إلى جانب يزيد بن معاوية لعنة الله عليهم باعتباره هو الحاكم، وكان لابد بناء على قواعدها وأصولها وفلسفتها إنجاز التعبير أن تدين الحسين وحركته. ما الذي دفع أرباب وكهنة هذه الطائفة إلى أن يغيروا شيئا ما من موقفهم تجاه أبي عبد الله الحسين؟ الذي دفعهم إلى هذا خلافاً لما يتبنونه من أصول وقواعد ومبادئ، الذي دفعهم هو الحرج. المسلمون بشكل عام تعاطفوا مع الحسين المظلوم صلوات الله عليه، هالهم وأرعبهم ما جرى عليه. الوجدان الإسلامي بل الإنساني بشكل عام رفض ما جرى على الحسين وما جرى على أهل بيته وما جرى على نسائه وما جرى على أطفاله وما جرى على أصحابه. فبسبب هذا الضغط الوجداني على كبار أعلام الفرقة البكرية حاولوا التخفيف من موقفهم المناصر ليزيد بن معاوية، المؤيد لتصرف يزيد بن معاوية والمخطئ لتصرف الحسين بن علي،
حاولوا أن يخففوا من هذا الموقف، يعني المناصرة ليزيد تخفف فلا يدافع عنه كثيرا وبقوة. التخطئة للحسين أو إدانة الحسين تخفف فلا يوصم مثلا بأنه مفسد في الأرض، أنه شاق لعصى المسلمين، مفرق للجماعة إلى ما هنالك. ولكن عموما يثبتون هذا الموقف أن الحسين كان مخطئا، يخففون العبارة إلى حد أن يقولوا مثلا كان مجتهدا مخطئا، اجتهد فأخطأ. نعم، بعضهم يكشف عما في مكنون صدره، يخرج كمائن الصدر فيقول صراحة إن الحسين أفسد بما صنع. وهذا القائل هو ابن تيمية الحراني لعنه الله. أما الآخرون فتذبذبت كلماتهم. عموما هو بناء على قواعده كأصول الطائفة البكرية، هو لابد أن يدين الحسين. كما بينت لكم سابقا، هذه الطائفة تتعامل مع كل ثائر، كل خارج، إلى أن يتولى الحكم، إلى أن يتخطى عتبة باب القصر، قصر الحكم، هو مدان. لكن إن نجح وتوصل وجلس على كرسي الحكم فحين ذلك تنقلب الآية ويصبح من مدان إلى واجب الطاعة، أمير المؤمنين يصير حاكم خلاص. مشكلة الحسين عندهم أنه لم يصل، لو كان وصل لأيضا اصطفوا معه. هذه طائفة مع الحاكم وتقول صراحة الحكم لمن غلب، هذا من أصولهم. اسألوهم هل تنعقد خلافة المتغلب؟ فقهاؤهم يقولون نعم. كيف تنعقد الخلافة عندكم؟ يزعمون أنها بالشورى، أولا يقولون بالشورى، لكن يقولون أيضا ممكن أن تنعقد بالنص. لماذا قالوا بهذا الشيء الثاني؟ أولا قالوا بالشورى حتى يبطلوا ماذا؟ حجة الشيعة، لأن الشيعة يقولون الخلافة بالنص، ماكو شورى، رسول الله صلى الله عليه وآله ينص على ولاة عهده، خلص هؤلاء الخلافة فيهم، وكل إمام ينص على الإمام الذي يليه، الخلافة عندنا بالنص. قالوا في قبال هذا بأن الخلافة بالشورى، ابتدعوا هذا الأمر حتى يصححوا بيعة أبي بكر بزعم أنها جاءت من رحم الشورى، مع أنه لم تكن هنالك شورى، كانت بيعة قهرية ما فيها شورى أبدا. واجهتهم مشكلة أنه إذا قلنا البيعة أو الخلافة لا تنعقد إلا بالشورى، فتواجهنا مشكلة أن عمر تولى الخلافة بلا شورى، بالنص تولى الخلافة، أبو بكر نص على عمر قال إني أولي عليكم عمر بن الخطاب في كتابه المعروف. فقالوا ماذا نفعل؟ نعدل شوية، نقول هم تنعقد بالشورى هم تنعقد بماذا؟ بالنص. زين، واجهتهم مشكلة ثالثة أنه جاء حكام بني أمية وأولهم معاوية، جاءوا بالغلبة، بالتغلب وصلوا إلى الحكم والخلافة، فقالوا تنعقد أيضا بالتغلب بالغلبة، فقالوا تنعقد الخلافة بهذه الثلاث. فمن هنا بناء على قواعدهم يزيد خليفة شرعي، خلص نص عليه من والده
معاوية ووالده قد غلب واستتب له الأمر. وقال قائلهم في هذا الزمان: مفتي هذه المهلكة خرج على التلفاز في إحدى هاي السنين الأخيرة وقال صراحة أن يزيد بن معاوية بيعته كانت بيعة شرعية وهو خليفة شرعي، والحسين كان مخطئا في خروجه عليه، رضي الله عن الجميع. فبناء على قواعدهم، بناء على مواقفهم الأصيلة، يفترض أن يكون موقفهم رافضا للحسين عليه السلام. ولكن ماذا يصنعون إن استمروا في إدانة الحسين بلهجة حادة؟ الجماهير تنقلب عليه، مو الجماهير الشيعية، أنا لا أتحدث فقط عن الضغط الشيعي، وإن كان الضغط الشيعي موجودا عبر القرون، كثير من مواقف الطائفة البكرية تغيرت بسبب الضغط الشيعي والمد الشيعي، المد الفكري، المد الثقافي. ولذلك تجد حتى بعضا من أعلام أهل الخلاف يؤلفون كتب في مدح أهل البيت وفي الثناء على أهل البيت، بل وفي تفضيل أهل البيت على غيرهم بمن فيهم أبي بكر وعمر. بعض أعلام أهل الخلاف هكذا صنعوا، هذا كان نتيجة ماذا؟ المد الفكري الثقافي الشيعي، لا أتحدث عن المد المذهبي بالمعنى الخاص، لا، الأجواء الثقافية في الأمة هيمن عليها الشيعة في مراحل متعددة من التاريخ. فلذلك هؤلاء خضعوا لمثل هذه الهيمنة الفكرية، فخرجت منهم هذه الكتب، خرجت منهم هذه التصريحات، خرجت منهم هذه المواقف. نعم، المد الشيعي، الضغط الشيعي كان عاملا مؤثرا في تغيير مواقف هؤلاء، ولكن هنالك ضغط أكبر وأعمق، وهو ضغط الجماهير المسلمة بشكل عام من أي ملة أو من أي طائفة كانت، كانت تنقلب على هذا الذي يوجه إدانات حادة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. والتجربة الآن تستطيع أن تقوم بها بمفردك، روح أجر واحد من شيوخ الأزهر، أجر انطيف شوية فلوس وقل له روح في ميدان من ميادين القاهرة مثلا أو أي مكان في مصر وتعال أدن سيد الشهداء، اصعد منبر وقول الحسين بن علي كان مفسدا، شوف يقدر يسويها لو لا؟ يقول أبدا ما أقدر أسوي، المصريين مولعون بحب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، إذا هذا يقوم يقول مثل هذه الكلمة ما ينزل إلا والأحذية على صلعته، شيء واضح يعني، ما راح أبدا أحد يتحمل وما حد راح يمرر له هذه الكلمة مرور الكرام، شيء طبيعي. فبسبب هذا الضغط يضطر أن ماذا؟ يخفف العبارة شوية، ولكن الموقف هو الموقف، أنه ترى الحسين هسه ما نقول كان ظالما بخروجه، مفسدا بخروجه، أحدث فتنة كبرى وعظمى، شق عصى المسلمين، فرق المسلمين، ما نقول هكذا، ولكن كان مخطئا، ما كان المفروض هكذا يتصرف. ويزيد في المقابل ترى مبغي عليه، مظلوم، ما قيل من أنه كان يشرب الخمر ويترك الصلاة ويرتكب المنكرات ويزني ويفسق إلى ما هنالك، هذه كلها أقاويل الخصوم السياسيين ليزيد وأقاويل الشيعة السبائية الرافضة هؤلاء، وإلا هذا لم يثبت. على العكس من ذلك، كان يزيد بن معاوية متحريا للسنة، ملازما للحق، وهو ممن يقتدى به. هذه مو كلمة ابن تيمية ترى، ولا كلمة واحد عادي من أهل الخلاف، هذا على ما سأثبته لكم
كلمة أحد أربعة أعظم عظماء عند أهل الخلاف ومذاهبهم، وهو أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، جعل يزيد ممن يقتدى به. إشلون؟ شوفوا أيها الإخوة، هنالك كتاب مشهور مطبوع موجود، اسم هذا الكتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا لمن هذا الكتاب؟ هذا لأحد كبار أعلام المذهب المالكي في عصره، وهو القاضي أبو بكر ابن العربي. لا يصير اشتباه، أكو ذاك المتصوف الزنديق الأكبر شيخ الصوفية الأكبر محي الدين ابن عربي، هذا أبو بكر ابن العربي القاضي. هذا كان في القرن الرابع، كان في القرن الرابع، كان هذا فقيه مالكي، مو مثل ذاك. وحتى يميزوا بينهما جعلوا أل التعريف لهذا، كتبوا ابن العربي، وذاك حذفوا له أل التعريف فسموه ماذا؟ ابن عربي، حتى لا يصير اشتباه، وإلا كلاهما ابن العربي ترى، كلاهما، بس حتى لا يصير هذا الاشتباه هكذا صنعوا. هذا الرجل في كتابه العواصم من القواصم تناول قضية الحسين عليه الصلاة والسلام. أنتخب لكم مما قال هذه الفقرات. يقول: فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه من كان استدعاه. يقول الحسين ما بلغ الكوفة إلا وكان سفيره مسلم بن عقيل عليه السلام قد ماذا؟ قتل، والذين استدعوه قد أسلموه، سلموا لي ابن زياد. يقول: ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ. هنا أنا يبدي شوية شنو يخطئ سيد الشهداء، أنه هذا مفروض يعني هذه عظة، المفروض الحسين يتعظ من هذا الذي جرى لابن عمه وسفيره، فبعد يرجع أدراجه ما يواصل ويعاند. وبصراحة يقول فتمادى الحسين، تمادى واستمر. بس حتى يخفف العبارة، شوف لاحظ، هو لازم يصعد وينزل، يقول تمادى ويقول استمر، لكن شنو يخلي؟ يقول غضبا للدين وقياما بالحق. هو تمادي بس كان غضب للدين، يعني بعبارة أخرى تهور في نصرة الدين، تهور، تمادى في نصرة الدين. المفروض الواحد ما يتمادى، المفروض يصير مثل من؟ مثل الأكابر اللي تحدثنا عنهم في الليلتين الماضيتين، ابن عباس، ابن عمر، عبد الله ابن مطيع، أمثال هؤلاء. شلون كانوا يقولون للحسين عليه السلام إلزم بريك؟ هالشكل المفروض واحد يسوي، يكون شوي عقلاني لازم يصير، مو يصير تهوري. ليكون هنالك تهور، لأنه يعني تسمعون أنتم هنا أو هناك أنه شنو يقولون؟ يقولون لا، هذا اتجاه أهل العالم الأول، هذا تهور، هذا تهور، نحن مع أن نتكلم بالحق ولكن بماذا؟ بعقلانية، لازم يصير عندنا عقلانية شوية، هذا منطق أولئك. يقول فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق، ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس. ما قبل نصيحة الأعلم، منو؟ ابن عباس، المرجع الديني الأعلم والأعلى في ذلك الزمان كان لأهل الخلاف. الحسين حجة الله، ريحانة رسول الله،
سيد شباب أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر. إشلون أنزله الدهر إلى درجة أن يقول ابن العربي هذا لازم الحسين يروح يتلمذ عند منه؟ عند ابن عباس اللي ما لحق برسول الله هو ووالده إلا متأخرا. لازم الحسين يروح يتعلم تكليف الشرعي ممن؟ من ابن عباس. يقول شوف شلون يعبر، يقول ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس. المفروض يأخذ بقول الأعلم. وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر. شيخ الصحابة ذاك شلون يعدل عن رأيه؟ مع الأسف هذه مشكلة الحسين عليه السلام، كأن يتعاملون مع الحسين على أنه قاصر قاصر قاصر، اللي لازم الحسين يأخذ تكليفه من ابن عمر شيخ الصحابة وابن عباس وأمثال هؤلاء الأراذل، أمثال هؤلاء الذين الدين لعق على ألسنتهم، يتكسبون بالدين يتاجرون بالدين. هؤلاء مر معنا في الليلة الماضية الخطبة العصماء لسيد الشهداء عليه السلام التي وجهها لهؤلاء، شلون أدانهم، شلون علمهم، شلون فضحهم أنه أنتم أديان بصريح العبارة، أنتم لا دين لكم، أنتم عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. هذوله كانوا. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر، وطلب الابتداء في الانتهاء والاستقامة في الاعوجاج. يعني يقول الحسين أراد ماذا؟ أن يبدأ بشيء هو في الواقع قد أنهى فيه أمره، وطلب الاستقامة ولكنه ماذا؟ طلبها بطريق ماذا؟ معوج. وطلب الاستقامة في الاعوجاج، ما كان يعرف يقدر الأمور. ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة، يعني طلب نضارة الشباب ولكن متى؟ في هشيم المشيخة، كان صاير كبير بعد. هذه كلها كنايات طبعا عن أن الإنسان يطلب شيئا يخطئه بسبب سوء تقديره، هذا هو المراد. ليس حوله مثله ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه. وهذه بسبب القراءة الخاطئة من أبي بكر بن العربي لثورة الحسين، هذا جهل أصلا ثورة الحسين عليه السلام. أما كان مع الحسين من هو مثله، من هو من أنصاره ويبذل النفس دونه؟ اقرأ صفحات المجد لأصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. وهاتي لنا أنصارا مثلهم، وهاتي لنا أصحابا أبر وأوفى منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أصحابا أوفى وأبر من أصحابي. تعال شوف مشكلتهم الجهل، يقرؤون الحسين وثورة الحسين على ظاهرها دون تعمق دون تدبر، لذلك لا يعرفون شيئا عن ثورة الحسين عليه السلام. كل صاحب من أصحاب الحسين صلوات الله عليه وعليهم مدرسة مستقلة، كل صاحب من أصحاب الحسين ماكو مثلهم أصلا، ولم تنجب الأمهات مثلهم أبدا. شلون تعبر مثل هذا التعبير؟ لم يكن مع الحسين ليس حوله مثله. أين أنت عن أبي الفضل العباس؟ هاي ليلة العباس صلوات الله عليه وروحه فداه،
هذا ما كان مثل الحسين في البطولة والشجاعة والإقدام. الله أكبر، ظل الحسين. يوقف الحسين عليه السلام هنا، الظل مال أبو الفضل عباس عليه الصلاة والسلام تماما، ملازم معه طول الطريق، ملازمة الظل لذي الظل. ما يعرفون شيء، ما يعرفون شيء، محرومون، محرومون عن استيعاب هذه الثورة وأبطالها، محرومون، ما يعرفون شيء. يقول هنا، يقول: فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين. ده يعبر تعبير حتى يخطئ الإمام الحسين عليه السلام، بس يعبر بالكنايات. يقول إحنا خو نفرض الحسين خرج على يزيد لأنه شارب للخمر، إنزين خو شنو اللي صار؟ أردت أن تطهر الأرض من خمر يزيد فأرقت دمك، وهذا دم غالي. فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر. بعدين هم يمشي يتكلم يدافع عن يزيد. هو شنو يقول هنا؟ يقول من خمر يزيد. لا تتصور أنه مقر بأن يزيد كان معاقرا للخمر، لا، يقول على فرض هذا الادعاء صحيح أنه يزيد كان يشرب الخمر، المفسدة صارت أعظم وهي إراقة دم الحسين. هكذا هم أقزام وقاصرون في الاستيعاب. يتصور الحسين عليه السلام خرج على مود شنو؟ بس يزيد يشرب خمر، يعني ترى يعني بس على هذا، مو أن الحسين عليه السلام خرج وثار لكي يقتلع منهجا فاسدا من أسسه ويجعل المسلمين على قارعة الجادة الصواب، على قارعة الطريق الصواب. هو شنو سوى الحسين عليه الصلاة والسلام؟ ترى نستطيع أن نختزل الهدف المقدس بهذا، أن المسلمين ما كانوا يعرفون الطريق الصواب أبدا، تائهون ضائعون. شنو سوى الحسين عليه السلام؟ جابهم وقفهم على الطريق الصحيح، قال أنت لازم تمشي هالشكل، بس أنا أستشهد، أنا حتى أوصلك إلى هذا الطريق، طريق النجاة، أنا لازم دمي يروح، لازم نفسي تروح، لابد أن أستشهد في سبيل الله عز وجل. ماكو شارة أنه أوصلك إلى هذا الطريق السليم، أدلك على هذا الطريق، إلا أن ماذا؟ تذهب روحي. بعد أنت عليك تكمل. أناس من المسلمين كملوا، إحنا ورثتهم، إحنا أبنائهم، كملوا الطريق. آخرون ما كملوا الطريق، بس الطريق توضح بعد، خلاص الحسين دل الناس على هذا الطريق، أوقفهم على الطريق الصحيح. لو لم يثر لما عرف الناس طريق النجاة أبدا أبدا. التفت جيدا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الحسين مصباح النجاة، مصباح الهدى وشنو؟ وسفينة النجاة. مصباح الهدى ينير لك الطريق، سفينة النجاة طريقك هذا تمشي به، تشق عباب البحر تنجو، تركب هاي السفينة تنجو. هذا اللي سواه الحسين عليه الصلاة والسلام. مشكلة أبي بكر بن العربي وغيره أنهم ما عرفوا هذا الأمر فضيعوا الطريق، أضاعوا الطريق، ما عرفوا الطريق. يقول، وهنا هذه كلمة جدا يعني جارحة مع الأسف، يقول: وما خرج إليه أحد إلا بتأويل. ما خرج أحد إلى الحسين ليقاتله إلا وهو متأول. تأويل يعني مجتهد قد أخطأ. ولا قاتلوه
إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن. أنا لا أعرف خسة أكثر من هذه بصراحة. من خرج على أبي بكر مهدور الدم عندهم، ولذلك يصححون حروب مانعي الزكاة. هذول ما ارتدوا، هم أيضا يقولون ما ارتدوا، يقولون مشكلتهم رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر فخرجوا على إمام الحق فدمهم مهدور، دمهم مهدور. ولذلك لما قتلهم أبو بكر جيوش أبي بكر يقولون الحق مع أبي بكر. الخارجون على عمر نفس الشيء. الخارجون على عثمان، قتلة عثمان نفس الشيء. قتلة عثمان عندهم من أعظم الناس جرما عند الملة البكرية. اقرأ في أدبياتهم شلون يذمون ويلعنون ويكفرون ويزندقون ويضللون قتلة عثمان. أما الخارجون على علي اجتهدوا فأخطأوا. قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم المرادي اجتهد فأخطأ. يقول الشافعي إمام المذهب الشافعي قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا متأولا متدينا. هكذا، شوف شلون هكذا، يعني عبارات خفيفة مع من يحارب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلما تأتي النوبة أيضا إلى قتلة الحسين عليه السلام ما يستحي هذا يقول أيضا هؤلاء خرجوا بتأويل، متأولون هؤلاء وخرجوا لكي يطبقوا أحاديث رسول الله. رسول الله أفتاهم بهذا. لهذا لما تسمع المقولة الرائجة إن الحسين قتل بسيف جده، هو هذا، هؤلاء ينظرون ويؤصلون لهذا المعنى. وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن. يقولون يعني خرج هؤلاء التزاما بأقوال رسول الله التي حثت على القضاء على الفتنة، والحسين صاحب فتنة، لذلك قضوا على فتنته بالقضاء عليه. ويأتي ويستدل بذلك، يستدل يقول وأقواله في ذلك كثيرة. أقوال رسول الله، أقوال رسول الله التي يدان بها الحسين، ها انتبه جيدا، انتبه للبحث. يقول وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله إنه ستكون هنات وهنات، يعني أشياء وأشياء قبيحة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذا حديث ترويه الفرقة البكرية في صحيح مسلم، اقرأوه في باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. أمر المسلمين مجتمع، يأتي واحد يريد أن يفرق أمر المسلمين، يقولون فتوى رسول الله، حكم رسول الله هذا، اضربوه بالسيف كائنا من كان، لا تهتمون. الحسين صبط رسول الله، لا لا لازم نضربه بالسيف كائنا من كان. بعد الرسول يقول كائنا من كان، والحسين جاء كي يفرق. الناس اجتمعوا على يزيد، ليش يقوم يفرق؟ ليش يسوي تفرقة بين المسلمين؟ ليش يسوي فتنة بين المسلمين؟ ليش يسوي انشقاقات بين المسلمين؟ ليش يحدث هذا الشقاق؟ فإذا لابد من ضربه بالسيف كائنا من كان. هؤلاء قوم لا يستحون، فقط مع آل رسول الله يتعاملون هكذا، مع غيرهم لا يتعاملون هكذا.
أبدا. ما تلاقي مثل هذه الأقوال يطبقونها على من يحبون ويهوون، سواء من القدماء أو حتى من المعاصرين. أحد سمعته قام وأدان الذين خرجوا على القذافي مثلا بهذا الحديث؟ سمعته قالوا هذا الحكي؟ نعم، إعلام القذافي لا شك كان يستدل بهذا. القذافي كان إلى آخر أيامه كان عنده ناس يطبلون له بعد، هذول مشايخ كان يخليهم بقناته بإذاعته، إذا كنت تشوفوهم كانوا يقولون يجيبون هالأحاديث ويتكلمون. أما القرضاوي من هناك من قطر يفتي بماذا؟ بوجوب قتل القذافي. طيب ليش؟ أين أنت من هذا الحديث الذي أنتم تروونه في صحيح مسلم؟ من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. سؤال: الشعب الليبي من كانوا في ليبيا قبل قيام هذه الثورة كانوا مجتمعين على القذافي أم لا؟ كانوا مجتمعين. إذن هم جميع خرج جماعة في بنغازي أرادوا ماذا؟ أن يفرقوا هذا الجمع. رسول الله شنو يحكم عليهم بناء على ما أنتم ترون؟ اضربوه بالسيف كائنا من كان. إذن كان المفروض من القرضاوي إن كان حقيقة متعبدا بما يروونهم في البخاري ومسلم يفتي بإدانة هؤلاء الثائرين الخارجين، مو يدين القذافي. يقول ليش تفرقون؟ لماذا يتعاملون مع آل رسول الله صلى الله عليه وآله فقط معهم بمثل هذه القواعد التي يقررونها، أما مع الغير لا؟ يعجبه أنه يخرجون على القذافي، عنده مشكلة مع القذافي، شوف هم منهم كوك القذافي، خو مو من نفسه يتكلم، أكو تكويك. هذا أمير قطر يكوك يشتغل القذافي، أمير قطر هم يكوكوه، من يكوكه؟ أمريكا يكوكوه يشتغل، وهكذا، أو إسرائيل بقولتكم كيان الصهيوني أيا يكن، كلهم يكوكون بعضهم بعض. فمن أجل هذا التكويك يتكلم. أما على الحسين عليه الصلاة والسلام لا، الحسين مفرق للجماعة. أما المجلس الانتقالي الليبي لا، حاشا، ما فرقوا هذولا بالأمة، ما فرقوا بين الأمة. وهكذا كل من يخرج ويعجبهم يحبونه ويدافعون عنه. عنده مشكلة القذافي مع بعضهم هذولا، فلذلك يدافعون عنه، يدافعون عن من خرج عليه. هذا يجيب هذا الحديث حتى يدين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وغابت عنه أحاديث هم أيضا يروونها. يعني هذا إيش قد على الأقل نقدر نقول غبي، على أقل تقدير، أنه أنت لما يثبت عندك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صراحة الحسن والحسين إمامان. شنو معنى إمامان؟ شنو معنى الإمام؟ هو الإمام هو من يؤتم به، يعني تقتدي به. رسول الله صلى الله عليه وآله لما يعين لك واحد إمام يقول لك هذا إمام، يعني لازم تقتدي به. إذن هذا الإمام في كل تصرفاته هو صائب، الصواب معه، الحق معه، وإلا لا يدعوك رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الائتمام بغير الصواب بغير الحق. يدعوك إلى الباطل رسول الله، نعوذ بالله، يدعوك إلى الخطأ رسول الله. الحسين ثابت عندك بإجماع المسلمين أنه إمام، يعني لازم تصوب ما قام به الحسين، تقول الحسين على صواب على حق لا على باطل، مو تصوب من هم خلافه. فإذن شلون تأتي لتدين الحسين بمثل هذا الحديث؟ كيف تدينه بمثل هذا الحديث؟ هذا معناه أنك تتصور أنك كنت أفهم من الحسين، أعلم من الحسين،
وهذا خلاف كون الحسين إماما بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لا أتحدث عن الإمام بالمفهوم الشيعي بالضرورة أنه إمام معصوم منصوب من الله عز وجل حجة لله على خلقه، لا، أنا أتحدث بمفهوم الإمام الإمام المجرد، هذا مفهوم الإمامة. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إمامان، يعني شنو؟ يعني يعني يدعو المسلمين لكي يقتدوا بهما. الحسين لما يثور على يزيد، إذن وظيفتك أنت المسلم أن تقتدي به، مو أن تخطئه وتجي له وتقول له أنت ترى تفرق بين المسلمين وإحنا لازم نحاربك ونقتلك بسيف جدك، لأن رسول الله قال من جاءكم وأراد تفرقة الأمة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إذن الحسين قطعا في تصرفاته وأفعاله يكون مصيبا، لأنه مآله الجنة، بل هو سيد شباب أهل الجنة، فخروجه على يزيد مؤد لدخول الجنة. هذا هو معنى واضح يفهمه يا أخي كل البشر، كل إنسان عاقل يفهم هذا الشيء. فشلون جايب لي أحاديث تريد بها أن تدين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، على فرض أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ثابتة عنه، على فرض، مع أنه كما تعلمون هذه الأحاديث إنما اصطنعتها السياسة، ترى هذه أحاديث فيها شائبة ورائحة السياسة. لما تمكن بنو أمية من البلاد والعباد أوعزوا لمن أوعزوا بأن يكتبوا ويضعوا أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تسلب من الأمة قرارها، تسلب من الأمة أي جهد يمكن أن تقوم به ضد الطغمة الحاكمة، فجعلوا مثل هذه الأحاديث. هسه على فرض أنه هذه أحاديث صحيحة، على فرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله قالها، فلا بد من تفسيرها بنحو لا يخالف حركة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كأن يقال مثلا إن هذه الأحاديث مقيدة فيما لو كانت السلطة عادلة وأراد أحد أن يخرج ويفرق المسلمين مع أن السلطة ماذا؟ عادلة، فحين ذلك يكون حكم هذا الخارج هو حكم الباغي، فأول من يدان بذلك عائشة بنت أبي بكر. السلطة عادلة، علي بن أبي طالب، يجرؤ واحد بكري يقول علي بن أبي طالب كان ظالم؟ خلي يقول. طبقوا هذه الأحاديث على عائشة، فرقت المسلمين جميع كانوا ليش تفرق؟ ليش تروح تسوي انشقاق وسط المسلمين؟ تركب جملها وتقول هلموا إلي؟ يقول فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله. يقول يعني الناس الذين خرجوا لقتال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إنما خرجوا بحجة هذا الحديث وأمثال هذا الحديث، أنه لازم نقاتل هاي الفتنة. هذول متأولون ترى كانوا، يعني لا تتصور، حرملة كان متأول وكان دافعه لقتال الحسين دافع ديني، ترى شمر هكذا، عمر بن سعد هكذا، هذول الأوباش، هؤلاء الكفر الغدر الفجر الذين قاتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ترى هؤلاء كانوا متأولين خرجوا لقتال الحسين وهم يأخذون معهم هذا الحديث الذي رواه مسلم. متأولون ذولا، كان دافعهم دافع ديني، حرص على الدين، إلى أن يمضي فيقول، يقول وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته إذا مرض أحدكم مرضاً فأشفي ثم تماثل
فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه، وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. أحمد بن حنبل له كتاب، أيضا الكتاب موجود الآن ومطبوع، كتاب الزهد لأحمد بن حنبل. في كتاب الزهد هذا أحمد بن حنبل ينقل أقوال لمن يسمونهم الصحابة والتابعين تحث على طاعة الله، على الزهد، على الإعراض عن الدنيا. عرفت شلون؟ يعني هؤلاء الرموز التي ينبغي أن نقتدي بها. شايف شلون؟ واحد من هؤلاء الرموز يزيد بن معاوية. أحمد بن حنبل يأتي يأخذ هذه العبارة مالت يزيد، أنه إذا واحد مرض وتماثل للشفاء خلي يشوف ما هو أحسن عمل كان يعمله في طاعة الله فليلزمه، وما هو أسوأ عمل فليتركه. هذا هو المهم. يأخذ كلام يزيد بن معاوية كأنه من درر الحكم يعني، ويدرجه في كتابه. فيقول أبو بكر ابن العربي المالكي، يقول أحمد بن حنبل على ورعه وشدة زهده وتقواه أدرج يزيد بن معاوية في جملة من يقتدى بهم ويرعوى من وعظهم، يصير ورع من ماذا؟ من مواعظهم. فهذا كاشف عن حسن حال يزيد، أنه رجل صالح. لماذا تبهتونه وتظلمونه؟ أمعقول أن الإمام أحمد بن حنبل يدعونا للاقتداء بشخص غير صالح، شخص فاسد؟ لا. يقول ونعم ما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين. الله أكبر. مع أن يزيد بن معاوية ليس صحابيا على اصطلاحهم، لكن يقول أحمد بن حنبل أدخله لما قسم كتابه، أدخله في جملة من؟ جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى التابعين. يعني هذا مقام عالي، بحيث أنه يماثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لازم نقتدي به. فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور؟ ألا تستحيون؟ هذا كلام أحمد بن حنبل يدعوكم أيها المسلمون للاقتداء بيزيد بن معاوية واتخاذه مثالا يحتذى به ويتأسى به. ويأتي أبو بكر بن العربي المالكي لكي يبني على ذلك أن يزيد من الصلحاء، وأن ما يروى عن أنه شارب للخمور وإلى ما هنالك هذا من الموضوعات. وبالنتيجة الحسين هو المخطئ، هو المدان، ما سمع كلام الأكابر، تهور، تمادى، والناس الذين خرجوا عليه ترى كانوا مصيبين، تأولوا، أخذوا أحاديث رسول الله وطبقوها عليه، فلذلك قتلوه. إذا تقولون هم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، لهم أجر واحد في قتلهم الحسين، حصل له أجر واحد، قتل الحسين حصل له أجر، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ أجر واحد. هؤلاء متأولون، طيب قولوا اجتهدوا فأخطأوا، فهم حينما ذبحوا الحسين عليه الصلاة والسلام حصلوا على أجر واحد، ترى هسه بالجنة هم موجودين. شوفوا المهازل حين ينحدر الإيمان والفكر، وحين يضعف العقل
وحين يتدنى الضمير، الضمير الإنسان ينسلخ من ضمير الإنساني، هالشكل يحكي، هالشكل يتكلم. لا يستثيره ما صنعه هؤلاء من أمور بشعة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وأطفاله، فيصححونهم، يصححون ما فعلوا، يصوبون ما فعلوا. ليش الحسين مدان عندكم؟ لأنه انشق، انشق عن جماعة المسلمين، سوى انشقاق، سوى فتنة. هذا الأمر أيها الإخوة، هذا الاتهام لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا تتصور أنه من بنات أفكار أبي بكر بن العربي، وليس هو وليد الساعة، لا، هذا قديم قديم قديم. هذا الاتهام لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان اتهام بني أمية له، أنه أنت تحدث الشقاق في والفتنة في هذه الأمة، إحنا أمرنا جميع، لماذا تفرق بيننا؟ وهذه دائما أمور تلتبس على الناس أيها الأخوة، وإلى زماننا إحنا نعاني منها، إلى زماننا. الحركة الإصلاحية الإسلامية الحقيقية ترمى عادة بمثل هذه التهم، يقال هؤلاء يسوون تفرقة بين المسلمين، تخرج جماعة، إيه فتحوا هذا الشباك، فتحوا شوي، تخرج جماعة من المؤمنين لكي تجاهر بالحق، تتكلم، تقول الحقيقة، تقول أيها الناس نحن ننهاكم عن موالاة الظالمين قتلة رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم. فبماذا يرمون؟ بماذا يتهمون؟ يقال إن هؤلاء أهل تفرقة، يفرقون بين المسلمين، هذا حكيكم، هذا على قناتكم أو إذاعتكم، هذا يفرق بين المسلمين. هذه أمور دائما تلتبس عند الناس. أيها المؤمنون، عليكم أن تتمنهجوا بمنهج الحسين عليه الصلاة والسلام. معاوية لعنه الله أرسل كتابا للحسين، أنا أكثر من مرة ذكرته، قال في جملة ما قال: اتق الله ولا تفرق بين أمة جدك، لا تشق صفوف المسلمين. هذا كلام معاوية للحسين. الحسين: واتق أن تفتن الأمة أو تحدث الفتنة في أمة جدك. فبماذا أجابه الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كتابه موجود، نقله المؤرخون، أرسل إليه: إني لا أعلم فتنة لهذه الأمة أعظم من ولايتك عليها. هذا منطق سيد الشهداء، منطق الأئمة صلوات الله عليهم، منطق رسول الله صلى الله عليه وآله. تحدث انشقاقات، تحدث تفرقة، تحدث فتنة، إذا كان كل ذلك في سبيل إحياء الدين، إقامة الحق وإماتة الباطل، فأهلا بالانشقاق، أهلا بالتفرقة، أهلا بالفتنة. ليكن تلتبس الأمور، لأنه هذه الاصطلاحات إنما يراد بها ماذا؟ تنويم أي جهد إصلاحي تطهيري لهذه الأمة، لأنها اصطلاحات ذات مدلول سيء عند العوام، عند الناس. لما يقولون تفرقة، الناس تأخذ انطباع سيء لما يقال هذا الاصطلاح. لا، أنت لازم تحقق بالأمر أنه تفرقة مو مشكلة، تفرقة، انشقاق مو مشكلة، فتنة، بس مؤداها ما هو؟ الحسين أحدث فتنة، صحيح، صار انشقاق، صحيح، ولكن المؤدى ما هو؟ إحياء الدين. الشرع يرحب بالانشقاقات، يرحب بالفتنة، يرحب بالتفرقة إذا كانت في سبيل الدين. نعم، الشرع يحارب بكل قوة كل تفرقة إذا كانت لماذا؟ لنصرة الباطل مثلا، على خلاف الدين. أما التفرقة التي يراد بها
إمازة الحق عن الباطل، تمييز الحق عن الباطل، الحق والباطل مختلطان، فأنا ما أقدر أميز إلا أن ماذا؟ أن تحدث تفرقة، تحدث فتنة. الشرع يقول أهلا وسهلا. مثال معاصر واضح، إحنا الآن عندنا حق وباطل مختلطان في هذا المذهب المخالف لنا، عندهم حق وباطل صحيح، هم يأخذون من عمر أشياء، يأخذون من عائشة أشياء، نحن نراها من البدع. على سبيل المثال صلاة التراويح بدعة، هذه أخذوها من من؟ من عمر. عندهم أشياء أخرى أخذوها من علي بن أبي طالب، هذه أشياء صحيحة. الحق والباطل ماذا؟ مختلط عندهم. زين، أنا أريد أن أميز بين الحق والباطل، لازم أبين من هم أهل الحق الذين ينبغي عليكم أن تأخذوا منهم، ومن هم أهل الباطل الذين ينبغي أن لا تأخذوا منهم. فأروح أبين، أتكلم، أقول أيها الناس، علي بن أبي طالب من أهل الحق، من أئمة الحق، ائتموا به، اقتدوا به، خذوا منه. أما عمر وعائشة من أئمة الباطل، زين كيف أقيم الدليل على أنهما من أئمة الباطل؟ أعرض مثالبهما، أعرض منكراتهما، أعرض مخالفاتهما لرسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح؟ نتيجة هذا الكلام ماذا يقع؟ تقع فتنة، تقع تفرقة. طيب شو نسوي؟ ماكو سبيل لتمييز الحق من الباطل إلا هذا الكلام. الفتنة، التفرقة، ضريبة لازم ندفعها، شو نسوي؟ لأنه الخيار الآخر مرفوض شرعا، وهو ماذا؟ إبقاء الحق والباطل مختلطان، فلا يعرف أحد حقا من باطلا، والأمة تذهب بكلها إلى إن؟ إلى جهنم نعوذ بالله. ما يصير. أنت وظيفتك ترشد الأمة، تصحح مسار الأمة. الذين يشفقون على أهل الخلاف عليهم أن يبصروا أهل الخلاف. أنا لا أفهم هذا المنطق الذي يدعو إليه من يسمون أنفسهم بالتقريبيين، يقولون إحنا نحب مخالفينا. أصلا ما نقول إخواننا، هم أنفسنا. طيب مو مشكلة، قولهم أنفسنا، بس أنت حينما تحجب عنهم الحق ولا تبصرهم بالحق وأهله والباطل وأهله، وتجعله هكذا على العميان يأخذ من شعيط ومعيط، أنت ها هنا لا تحبه، أنت ها هنا تضره، أنت تتركه يذهب إلى جهنم. إذا كنت محبا له حقا فعليك أن ماذا؟ أن تبين له الحق حتى تستنقذه من النار، كما صنع إمامك الحسين عليه السلام. الحسين كان يحب المسلمين لو ما يحبهم؟ كان يحبهم. ليش قام بهذه الثورة التي أحدثت تفرقة؟ ليستنقذ عبادك من الضلالة وحيرة الجهالة. هذا في زيارات، الزيارات المقدسة عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام لسيد الشهداء صلوات الله عليه، هذه العبارة وردت في وصف سيد الشهداء: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الناس في جهل وفي حيرة ضلالة، فماذا يصنع سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ لا بد من أن يتكلم بالحق، لا بد من أن يثور ثورة حق وينتصر للدين ويواجه الباطل فيتكلم. تحدث فتنة، تحدث تفرقة، يحدث انشقاق، مو مشكلة. الحسين من جملة من واجهوه هم من أخذوا هذا المنطق. مر معنا في الليلتين الماضيتين أن الحسين وجه بمنطق المصلحة الدنيوية والتكتيك، كان منطق ابن عباس،
رفضه. وجه بمنطق العاطفة والتحذير من النتائج الخطيرة لثورتك بما يؤدي إلى استئصال أهل بيتك واسترقاق الأحرار، وهذا كان منطق ابن عمر رفضه الحسين. وجه بمنطق التخويف من الموت، وكان منطق من؟ عبد الله بن مطيع، رفضه أيضا. وجه أيضا الحسين عليه السلام، هذا المنطق الرابع، منطق التخويف من الفتنة والانشقاق والتفرقة بين الأمة، أيضا رفض الحسين. من كان أصحاب هذا المنطق؟ بنو أمية. ليش؟ لأن السلطة بيدهم، فطبيعي. هو أنت لاحظ أي سلطة يثور عليها الثائرون تستخدم السلطة دعوة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والأمن وما إلى هنالك، حتى تدين الثائرين أنه هؤلاء يحدثون تفرقة وفتنة بين الأمة فيدينونه. اقرأوا في مثير الأحزان لابن نما في الصفحة 39 يقول: كان الحسين بن علي عليهما السلام لما خرج من مكة اعترضه يحيى بن سعيد بن العاص ومعه جماعة أرسلهم إليه عمرو بن سعيد. يحيى بن سعيد بن العاص من بني أمية أرسله أخوه عمرو بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد هذا كان واليا للمدينة زمن يزيد، بدايات زمن يزيد. هذا راح سمع بأن الحسين عليه السلام يريد الخروج والثورة، فأرسل أخاه وجماعة معه لكي يواجهوا ويعترضوا طريق الحسين عليه الصلاة والسلام. وبأية حجة يعترض؟ بحجة التحذير من الفتنة والانشقاقات والتفرقة. وقد ذكرنا قبل ليلتين أو ثلاث أن عمرو بن سعيد هذا كان مكلفا من قبل يزيد بأن يشكل ماذا؟ فرقة اغتيال، حتى يذهب من 30 رجلا حتى يغتال الحسين عليه السلام كيفما اتفق. هذا كان يتأهب لهذا الأمر، ولكن أرسل أخاه مع الجماعة هؤلاء قبله. زين، هؤلاء جاءوا إلى الحسين فماذا قالوا له؟ قالوا له: انصرف، أين تذهب؟ فأبى عليهم ومضى، أصلا ما التفت لهم ومضى في طريقه. وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط، صار أكو مناوشات بيناتهم، الحسين عليه السلام ومن معه من أصحابه وأنصاره وهؤلاء الجماعة، يحيى بن سعيد بن العاص ومن معه، المدفوعين ممن؟ من عمرو بن سعيد. فامتنع الحسين عليه السلام وأصحابه منهم امتناعا قويا ومضى على وجهه. راح الحسين عليه السلام، امتنع منهم، انتهت هذه المناوشة، فبادروه وقالوا: يا حسين، ألا تتقي الله؟ تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ يستخدمون هذا المنطق، منطق مغلوط، مثل ما نحن نواجه، يقولون: ألا تتقون الله تفرقون بين الأمة الإسلامية؟ هذا نفس المنطق الذي وجه الحسين به، بس منطق أموي، هذا منطق زائف، كلمة حق يراد بها باطل. يعني شنو معنى أن تقول لا تفرق بين الأمة؟ أن تبقى بالظلم والطغيان والباطل متسيدا إلى الأبد فيضيع دين الناس. هذا الحسين يرفضه، منطق أهل البيت يرفض هذا، منطق أهل البيت أنه لا يقدم على حفظ دين الله شيء، تذهب الدماء، تذهب الأنفس، تذهب الأعراض، تذهب الأموال، تذهب الحكومات،
تذهب يذهب كل شيء ينطوي على حفظ دين الله وإحيائه، تفرقة وفتنة وانشقاقات بل ومذابح إن كان الأمر بالحقيقة يؤدي إلى نتيجة مثلى وهي الحفاظ على دين الله. فالشرع أهل البيت يرحب بذلك، يقول أهلا وسهلا. دين، أولا الدين قبل أي اعتبار آخر. قالوا للحسين عليه السلام، شوف إلى هذه اللحظة الحسين ما كان يرد عليهم، يتكلمون يتضاربون مع جماعته بالسياط، مقبل على شأنه، مضى لوجهه، ليسوا أهلا للجواب. ولكن حين يستخدمون هذا المنطق المغلوط الحسين صلوات الله عليه، لأنه يعلم أن المؤرخين سينقلون هذه الحادثة إلى أن تصل إلي وإليك، لا يمكن أن يترك الحسين عليه السلام مثل هذا المنطق المغلوط بلا جواب، يتركها الشكل يمر مرور الكرام أبدا. قالوا له ألا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرق بين الأمة؟ فقال، بماذا أجابهم الحسين روحي فداه؟ شوف الجواب العظيم، استشهد بآية من القرآن، قال لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية التي وردت في سورة يونس عليه السلام، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. المسألة واضحة، براءة، خلاص أنت صوب وإحنا صوب. تشق هذه الأمة إلى قسمين، نعم، قسم على جادة الحق جادة الحسين، قسم على جادة الباطل جادة يزيد. هؤلاء بريئون من هؤلاء وهؤلاء بريئون من هؤلاء، لا يجتمعان، لا يجتمع طريق الحسين مع طريق يزيد، كما لا يجتمع طريق علي وفاطمة مع طريق أبي بكر وعمر، كما لا يجتمع طريق رسول الله مع طريق عائشة، ما يجتمع أبدا، ما يجتمع. رسول الله كان عنده طريق وأحكام ناقضتها عائشة، فلا يجتمعان. أي أحد هم يقول لك أنت تتفرق بين الأمة، أنت عملك هذا مو صحيح، أنتوا ترى تحدثون فتن وقلاقل، قل لي عملي ولكم عملكم، أنا بريء مما تعملون. خلاص أنتوا هم تبروا مما أنا أعمل، مو مشكلة. هذا كان منطق الحسين. وشوف منطق بني أمية شنو، نفس المنطق الأموي الذي يروج ضدنا اليوم، نفس المنطق أنه ذولا ترى يفرقون بين المسلمين، هذا منطق أموي. أما منطقنا نحن إن شاء الله يكون ماذا؟ منطق حسيني. حسيني، بنو أمية واجهوا الحسين عليه السلام بهذا المنطق، وشوف من يتكلم بهذا المنطق، بنو أمية. أصلا من الذي فرق الأمة غير بني أمية؟ هو المشكلة هذا، أنه كل يتذرع بالذرائع فقط، يتكلم بكلام أما ما يطبق على نفسه. وإذا كان هذا الأمر صحيح أنه تفرقون بين الأمة، خليش معاوية فرق بين الأمة، كبيركم معاوية هو الذي فرق، سوى انشقاق في وسط الأمة، أمير المؤمنين عليه السلام قضى على فتنة عائشة والجمل، قضى عليها صحيح، بس بقى معاوية متمرد، ليش تفرق بين الأمة؟ ما يطبقون هذا الأمر على أنفسهم. قلت لك دائما التطبيق على من؟ الإدانات موجهة لمن؟ للشرعية دائما، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا هو، يعقل هذا؟ واحد مثل عمرو بن سعيد بن العاص الأموي اللعين السافل، هذا الرجل
يريد أن يحتج على الحسين عليه الصلاة والسلام بمنطق اتق الله يا حسين، لما تخرج وتفرق بين الأمة؟ أنتم تعرفون منه هذا عمرو بن سعيد؟ هذا الوالي من قبل يزيد على المدينة. هذا الرجل، اقرأوا في التواريخ كما في شرح النهج في المجلد الرابع الصفحة 72 يقول، هذا مكث في المدينة، لما جاءه كتاب ابن زياد يبشره بقتل الحسين قرأ الكتاب على المنبر وأنشد شعرا وأومأ إلى قبر الرسول قائلا: يا محمد يوم بيوم بدر. هذا الرجل والي على المدينة، يجي الخبر كتاب من ابن زياد أن الحسين ترى قتل، يستبشر، هو على منبر رسول الله ترى صلى الله عليه وآله، يستبشر ويوم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويقول له شنو؟ يا محمد يوم بيوم بدر، ترى خذينا ثارنا منك، أنت قتلت أجدادنا وأبائنا في بدر، جدلتهم أنت وصاحبك، أنت وأخوك هذا علي بن أبي طالب، هذا ها فلذتك بيدك الحسين، إحنا انتقمنا منه يوم بيوم بدر. شوف شلون واحد نذل خسيس، هذا أهل أن يحتج على الحسين عليه السلام بأنه يفرق بين الأمة ويقول له اتق الله. واليوم لا أريد أن أشبه كل من يتكلم ضدنا بعمر بن سعيد، لكن إني أعلم والله يعلم أن كثيرا منهم على الخسة والدناءة التي عليها هذا الرجل، يعني بس يكاد أن يقولوا يوم بيوم بدر، ترى يكاد يعني أن يقولوا هكذا، لو تفتش عن تواريخهم وخياسهم تعرف، تعرف أنه لا، أصلا زجونا في صراعات وحروب ودماء بس من أجل الطموح السياسي، من أجل الطموح السياسي. أما لما تصير النوبة لنا في قضية دين، الانتصار لأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، إسقاط أعدائهم وباطل أعدائهم، تصير لا، اتقوا الله أنتم تفرقون بين الأمة. مشكلة هذه. وهذا الرجل اللعين عمرو بن سعيد بن العاص، هذا وقع في شر أعماله ترى، هذا دار الزمان وإذا به يقتل شر قتله من نفس بني أمية. صار صراع بينه وبين عبد الملك ابن مروان، لما صار ذاك حاكم قتل. هذا اللي يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول له: يا محمد يوم بيوم بدر. هالشكل يصير مآلة في الدنيا. إنما قال هذه الكلمة وإنما واجه الحسين وحاول تشكيل فرقة اغتيال لاغتيال الحسين وبعث أخاه لاعتراض طريق الحسين، إنما قال هذا الأمر من أجل ماذا؟ تثبيت حكم وملك بني أمية، وإذا به هو يكون من ضحايا ملك بني أمية، نفس الملك والحكم الذي أراد أن يثبته هو قد قتل بسببه، عبد الملك ابن مروان قتله. إلى هنا شيء طبيعي، لأنه كل الأمويين كانوا مجرمين، قتل، سفاحين، أكلوا بعضهم بعضا من أجل الملك، الملك عقيم. ولكن الشيء العجيب هذا، بالله عليكم قل لي هذا أي إسلام؟ هذا اللي الآن راح أنقله لك، هذا أي إسلام، أي مسلم هكذا يقبل أن يصف عمرو بن سعيد بن العاص صاحب مقولة يا محمد يوم بيوم بدر يصفه بالوثاقة ويتعبد بالأحاديث التي يرويها؟ يقول لا، هذا ثقة وهذا من الأجلة وإحنا أحاديثه معتمدة. أنت أصلا تدري هذا شيء يسموه كانوا
كانوا يسمونه لطيم الشيطان، له لقبان عمرو بن سعيد، أنه الأشدق لأنه يقال كان عظيم الشدقين يعني جانبي الفم، ولطيم الشيطان ليش؟ لأنه كان هذان الشدقان مائلان ومتدليان، فكأن الشيطان ماذا؟ لطمه، الشكل وجهه قبيح ومتدلي هكذا، فكان يقال له لطيم الشيطان، الأشدق لطيم الشيطان. اتصدق هذا الرجل أحاديثه معتمدة عند أهل الخلاف ويعتبرونه من الثقات، افتح صحيح مسلم تشوف أحاديثه، صحيح مسلم يروي عن لطيم الشيطان هذا ويعتبر أحاديثه أحاديث معتمدة، يعني يعتبره من الثقات هذا من الصادقين، الذي يقول هكذا كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثقة يؤخذ منه الدين؟ شلون يصير؟ حديثة موجودة عند القوم وبعدين يقولون إحنا شنو؟ إحنا مسلمين. أي إسلام من هذا؟ تأخذون إسلامكم من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول بصراحة، يقول ليوم بيوم بدر إحنا خذنا ثارنا منك ثارات الجاهلية، هذا أهل أن تأخذ منه أحاديث رسول الله؟ أصلاً ما تفكر أنه هذا كاذب على رسول الله؟ شلون تأخذ الأحاديث منه؟ يقول إيه ثقة، مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وثقه وأخرج له، أحاديثه موجودة، روح طالع بالصحيح. ولا تستبعد، نقلت لكم أنا قبل فترة الفأفاء، من هو هذا الفأفاء؟ خالد بن سلمة، خالد ابن سلمة ابن العاص المخزومي الشهير بالفأفاء، هذا أحد الرواة المعروفين عند أهل الخلاف. خلي نعيد شوية الكلام حوله حتى نجدد الذكرى للناس. هذا يصفه الذهبي بأنه الإمام الفقيه، الإمام الفقيه خالد بن سعيد بن العاص المخزومي الشهير بالفأفاء، لأنه كان عنده فأفأة. زين، هذا الرجل كلهم وثقوه، وصفوه بالإمامة بالفقاهة بالجلالة. وتدري هذا الرجل شنو تاريخه؟ شوف تاريخ، اقرأ في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر في المجلد الثالث الصفحة 84، يترجم لهذا الرجل فيقول كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى. يقوم يوقف لبني مروان يفرحهم بماذا؟ بذكر الأشعار التي فيها هجاء رسول الله صلى الله عليه وآله. يجيب لهم أحد أشعار قريش لما كانوا يشتمون النبي، يهجون النبي. هذا أهل لأن يخرج حديثه أو يخرج حديثه؟ قل لي بالله عليك، أي مسلم هذا اللي يقبل على نفسه أن يحتج بحديث واحد كافر مثل هذا؟ هل هنالك كفر أعظم من هجاء رسول الله؟ هذا أيضا مسلم في صحيحه أخرج له الأحاديث، تصدق؟ وغيره مو بس مسلم، مسلم الترمذي النسائي كلهم أخرجوا للفأفاء، وأخرجوا كذلك لمن؟ لعمر بن سعيد بن العاص. أعداء رسول الله الذين ظهرت عداوتهم له صراحة وثقوهم جللوهم، حتى وصفوا واحد منهم بشنو؟ إمام فقيه. وبعدين جاي تقنعني تقول لي أنا مسلم؟ ما تستحي؟ أنا أريد أفهم هذا العالم البكري، أنا ما أتكلم عن العوام، هذا العالم البكري ما يستحي يجي قدامي يقول إحنا مسلمين؟ أي منهج مسلم أنتم؟ أنا أعرفكم أعرف خياسكم، مو قدامي تقول لي أنا مسلم، أنت كافر، كافر. هذا الذي يوثق من يهجو المصطفى صلى الله عليه وآله، كافر من يحترم الذي يقول للنبي يوم بيوم بدر، كافر هذا في واقع
جاي علينا، جاي تزايد علينا تقول احنا مسلمين، احنا اتباع السنة. اي سنة ولكم؟ سنة بني أمية، سنة الكفرة والملاحدة انتم، سنة الجاهلية، سنة بني أمية. جاي علينا يقول انه احنا المسلمين، انتم الكفرة، انتم المجوس. المشكلة هذه أيها الإخوة، الأمة لا تعرف، الأمة لا تعرف هذا الدين الباطل المسمى زورا بأهل السنة والجماعة. ما هي حقيقته؟ تأسس على ماذا؟ تأسس على بغض رسول الله، بغض علي بن أبي طالب، بغض فاطمة الزهراء، بغض الحسن والحسين، وولاء من عاداه. يزيد بن معاوية يصير من الزهاد اللي لازم نقتدي به، مدرج اسمه في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل. الفأفاء الذي كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى يصبح إماما فقيها. هذا أي دين؟ أي إسلام هذا؟ ناس ما تعرف مع الأسف عن هذه الحقائق، ولما نحن أيضا نصرح بها ماذا يقال؟ تفرقون بين الأمة. إيمو أنا أريد هذه الأمة لا تغتر بهؤلاء، لا تتبع هؤلاء. ماذا أصنع يعني؟ شنو أسوي لكم؟ ماذا أصنع حتى أزيل هذه الغشاوة عن أعين الأمة؟ شنو أسوي؟ لازم نقول بالحق. صارت تفرقة، إحنا ما نريد تفرقة، بس ما طول تصير خلي تصير. شنو نسوي بعد؟ لازم نسلم، ماكو حل. يعني ضريبة لابد من دفعها، هذا الثمن وإن كان باهظا لابد من دفعه، لأن مصلحة الدين أولى من مصالحنا نحن، أولى من مصالحنا الدنيوية. لا تكونوا، نعوذ بالله كلامي للمؤمنين، لا تكونوا ممن يتمنطقون بمنطق أعداء الحسين عليه الصلاة والسلام، كبني أمية الذين واجهوه بقولهم اتق الله ولا تحدث الفرقة في هذه الأمة، تفرق بين هذه الأمة. ولا تتمنطقوا بمنطق الخاذلين القاعدين عن الحسين كابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن مطيع العبادلة. هؤلاء لا تتمنطقوا بمنطقهم، لا تغتروا بمثل هذه الأمور الزائفة، هذا المنطق الزائف لا تغتروا به وينطلي عليكم. إنما تمنطقوا بمنطق الحسين، منطق العباس صلوات الله عليه، وهذه ليلته. العباس روحي فداه، أعظم خصلة فيه ما هي؟ الطاعة المطلقة لإمام زماني. إحنا مر معنا بعد قبل كم ليلة أن أحد إخوة الحسين عليه السلام كان خائنا، خائن، عمر الأطرف، هذا كان خائنا، بلغ من خيانته أن ماذا صنع بعد ما بلغه نبأ مقتل الحسين عليه السلام؟ بدلا من أن يجلس للتعزية جلس للتهنئة، وقال ماذا؟ أنا الغلام الحازم، لو خرجت معهم لكنت قتلت. الحمد لله أنا كنت راشد، هذولا ما كانوا مفتهمين شي يسوون. فرق شاسع بين هذا الخائن، بين هذا الهالك، وبين العباس عليه الصلاة والسلام، الذي أعظم خصلة فيه أنه ظل الحسين، مطيع للحسين، لأنه إمام زمانه، عارفا بحقه. في زيارته ماذا نحن نقرأ؟ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع. ركز على كلمة المطيع، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة وللحسن والحسين صلوات الله عليهم، طاعة مطلقة عنده للحجج الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. السلام عليك، هذا جزء من زيارته المقدسة التي رواها أكابرنا كابن قولويه وابن المشهدي والمفيد وابن طاووس وغيرهم.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلى الله عليهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه. اتبالغ في النصرة، مو بس تنصر، اتبالغ. في باقي فقرات الزيارة اقرأوا: أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود. اتبالغ، تروح إلى أقصى مدى، أقصى مدى ممكن. المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. إطاعة مثال الطاعة المطلقة للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لرسول الله والأئمة، هو العباس بن علي. ولذلك شوفه لما كان يتعارض ما بين إطاعته لهم وما بين عواطفه أو نوازعه. تعرف العباس عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ شجاعا، بطلا، وحار، صاحب حمية وغيرة، ما يتحمل، لكن لما يؤمر يطيع. اقرأوا في التواريخ لما خرجت الملعونة عائشة على البغل لرمي جنازة الحسن عليه الصلاة والسلام بالسهام ومنعها من أن تدفن إلى جوار جده صلى الله عليه وآله، صارت المناوشات، بدأت السهام، العباس عليه السلام ماذا يقول المؤرخون؟ سل سيفه، ما تحمل، خلص سل سيفه. الحسين عليه السلام من بعيد أشار له هكذا: أغمد سيفك. فورا كظم غيظه وأغمد سيفه، ما خالف. هات لي موقفا واحدا أن العباس عليه الصلاة والسلام خالف الحسين في شيء، اعترض على الحسين في شيء، اقترح على الحسين شيئا. اعترض، قال له لا، الشكل يمكن أفضل، الشكل سوي أحسن، مثل ما البقية كان يسوون، ابن عباس وغير ابن عباس. طاعة. هنا سل سيفه وأغمده طاعة. هناك في كربلاء أرادوا منه أن يغمد سيفه، فماذا صنع؟ سله طاعة، مع أنه علم أنه ما من وراء سل السيف إلا ماذا؟ إلا ذهاب النفس. أطاع ولهتم، مجاؤوا له بالأمان، رفض. ليش رفض؟ لأنه تحجج، أنتوا لازم تتدبرون بالكلمات ها، لأنه إنما احتج بالطاعة. تريد منا أن نطيع اللعناء، أولاد اللعناء، ونترك طاعة ابن رسول الله سيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لعنك الله ولعن أمانك. اقرأوا في مثير الأحزان لابن نما واللهوف لابن طاووس وغيرهما من كتب المقاتل: صاح شمر أين بنو أختنا؟ لأنه شمر ينتمي إلى نفس القبيلة التي تنتمي إليها أم البنين عليه السلام. أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فأعرضوا عنه، ما جابوا. ليش؟ لما لم يجب العباس وإخوة العباس صلوات الله عليهم؟ لأن سيدهم الحسين ما أذن. شوف حتى الكلام متأدب بآداب أهل بيت العصمة، ما يتكلم قبل ما يحصل إذن. أعرضوا عنه أصلا، ولا أصلا التفتوا إليه، فأعرضوا عنه
فقال الحسين عليه السلام: أجيبوه وإن كان فاسقا فإنه بعض أخوالكم. إيه هنا جاهم الإذن من الحسين عليه السلام فأجابوه. قالوا: ما شأنك وما تريد؟ قالوا لشمر لعنه الله. قال شمر: يا بني أختي، أنتم آمنون، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. فقال العباس عليه السلام: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله صلى الله عليه وآله لا أمان له؟ أتأمر أن نترك أخانا وسيدنا الحسين وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ الطاعة، قال تريدني أترك طاعة أخانا وسيدنا الحسين، طاعة طاعة، وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ هذا اللي ما يتحمل العباس. فرجع شمر إلى عسكره مغضبا: إنما نقتدي بالعباس في طاعته، إنما ينبغي أن نتمنطق بمنطق العباس، نتمنهج بمنهج العباس، نسير بسيرة العباس. أيها الإخوة، لما تأتينا النصوص الصريحة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام التي تدعونا إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونزهق باطل أعدائهم، نقول سمعا وطاعة، خلص. قال الصادق عليه السلام: من أعاننا بلساننا على عدونا لقاه الله حجته يوم القيامة. نقول سمعا وطاعة يا ابن رسول الله، سمعا وطاعة يا جعفر ابن محمد. يجينا واحد بمنطق ابن عباس، بمنطق ابن الزبير، بمنطق عبد الله ابن عمر، بمنطق عبد الله ابن مطيع، بمنطق ما أدري عمرو بن سعيد بن العاص، نقول لا، منطقنا منطق العباس، الطاعة. نكمل الطريق. سلام الله على العباس الذي لا أعظم منه في طاعتهم صلوات الله عليهم، وبهذا ارتفع مقامه الشريف عند الله عز وجل. ألا فاندبوا سيدكم العباس وابكوه وابكوا أخاه الحسين.